بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 154. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين، والمراد بيان ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم. فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم وغير ذلك، ويحرم على الكفار من النساء ما يحرم على المسلمين. وقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، وفي قوله تعالى وامرأة فرعون، فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقة، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها. وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه. فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. انتهى كلامه. ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين. الشرط الأول إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. الشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، فأما إن ترافعوا إلينا لم نقرهم عليه، لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم. وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها. وإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا، قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره، وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم. فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية فيها أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته. وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافع أو أسلم فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما، لأن منع ابتداء العقد يمنع من استدامته. وإذا كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا أخذته، لأنه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له. وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير فإن كانت قبضته فقد استقر وليس لها غيره، لأنها قبضته بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه منه. ولأن في التعرض له مشقة وتنفيرا عن الإسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية. وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فإنه يفرض لها حينئذ مهر المثل. وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل. وإن لم يسمى لها مهر أصلا
فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر. وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فإنهما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. وإن أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي بقيا على نكاحهما لأن المسلم له أن يتزوج الكتابية ابتداء فاستدامته لنكاحها من باب أولى. وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها. وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمنا أو كنا كتابيات اختار منهن أربعة، لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة، وقاله أيضا لغيره. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.